النائب اليوم عدنان عبد الصمد صرح وقال تأخر إنجاز إنشاء المبنى الرئيسي لبنك الائتمان 14 سنة وكلف إيجارات سنوية أنهم يأجرون مباني 750 ألف دينار كويتي ندفعها في السنة نتيجة تأجير مباني، ويا حظ الناس اللي يأجرون منهم. ندفع 750 ألف دينار لتأجير مباني حق بنك الائتمان 14 سنة وهم يبون وناوين يبنون بنك الرئيسي لبنك الائتمان. أتمنى أن تهتم فيها الدولة وتفكنا من تأجير الكبرات والمباني، واللي يبي يبني له مبناه وتوفر الدولة ونوفر المال العام. شوفوا التقرير الأول. أنني أشكر مجلسكم على الترحيب الحار والثقة العمياء التي أوليتموني إياها. من المشاكل الأساسية قضية تأخر إنجاز مبنى البنك الرئيسي، صار له 14 سنة لم ينجز حتى الآن. شاي. لم ينجز من 14 سنة، هذا طبعا راح يحملنا كثير من الإيجارات. بالنسبة للمباني اللي يستأجرها 771 ألف دينار إيجارات، شيء طبيعي. مليون إلا ربع إيجارات ماي. كان بالإمكان أن نستفيد منها لو تم إنجاز البنك. إخواني لما العجب، نحن في أواخر القرن العشرين، قرن العجائب، كل شيء تسمعونه الآن فتقول. أتمنى أن تحل هذه القضية بشكل سريع وندفع 750 ألف دينار بالسنة قيمة أجار مباني واربعة عشر سنة أساس يبنون مبنى البنك الائتمان. حطوا علامة استفهام كبيرة. تقرير اللي بعد